هذا سائل يقول: أيهما أفضل، الصبر على البلاء أم الشكر على النعم؟ المسألة خلافية بين أهل العلم، وبسطها ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ولكل من القولين أدلته، وكأن المرجح عند شيخ الإسلام أن الشكر على النعم أفضل من الصبر، لأن الشكر اختياري والصبر إجباري. الصبر إجباري، وأما بالنسبة للشكر فهو اختياري، والأولى ألا يحكم بحكم مضطرد على الأفضل منهما هذا أو ذاك، لأن لكل من القولين أدلة قوية جدا، وينبغي أن ينظر إلى حال الصابر وحال الشاكر، لأن الترجيح هنا بالتقوى، فمن كان أتقى لله منهما فهو الأفضل، والله أعلم.